ايه الحلاوه اللي انت عاملاها دي يا فسنت؟ الله يخليكي، شكرا. انت جايه متاخره ولا متلخفينه مكسوفه كده ليه؟ لا عادي يعني، مش مكسوفه يعني، بس مبسوطه يعني ان انا معاكي. يعني انا اللي مبسوطه يا فسنت، لما شفت الفيديوهات انبسطت قوي منك. الحمد لله، انا انبسطت جدا لما عرفت انك انت مبسوطه بيها يعني. لا هقول ان انا فعلا عملت حاجه حلوه يعني. مش اي حد لما يقول لك انت بتعملي حاجه حلوه تقومي مبسوطه، بس في ناس معينه لما تقول لك انك عملتي حاجه حلوه تحسي فعلا انك عملتي حاجه حلوه. بسنت، بس خليني اعبر عن نفسي واقول انا ليه انبسطت من الفيديوهات. انبسطت ان انت اولا معتمده على معلومات، مش اي كلام والسلام. على فكره انت ممكن تصوري صوره حلوه ولطيفه ويا جماعه ده حاجه ظريفه وتعالوا زوروها، لا انت بتقولي معلومات واضح ان انت مراجعاها. دي اول حاجه عجبتني. الحاجه الثانيه ان انت ما دلقتيش المعلومات زي ما هي في الكتب، انت حطيتيها بطريقه لطيفه. الحاجه الثالثه انه لسبب ما حصل كونكشن، حصل تلاقي ما بينك وما بين كل اللي بيتفرجوا، فانا اكون سعيده جدا لما الاقي 500,000 مشاهده على فيديو زي ده، اكتر ما الاقي 500,000 مشاهده على فيديو مكياج. يعني احس انه في حد كده عايز يقول حاجه عليها القيمه، عشان كده انبسطت قوي يا فسنت من الفيديوهات.